جزاكم الله خيرا بفضيلة الشيخ. تقول سائلة: ما حكم استعمال وقتنا الورق الذي يوضع عليه الزعفران ويقرأ فيه؟ ما الحكم من يفعل ذلك؟ مأجورين. لا بأس بك بكتابة الآيات في ورقة أو في صحن ثم يغسل ويشرب. رخص بعض السلف كالإمام أحمد في ذلك لأنه من الرقية، يدخل الاستشفاء في القرآن ويدخل في الرقية. وأما القراءة على الزعفران هذا أمر غير مشروع. القراءة على الزعفران قال هذا الزعفران المقروء عليه، هذا غير مشروع. وإنما الذي ورد القراءة في الماء والنفث في الماء أو كتابة الآية بالزعفران أو بغيره من المداد ثم يغسل ويشرب. نعم.